السلام عليكم، كيف حالكم؟ اخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد ان شاء الله نال اعجابكم. طبعا المقطع عن تحميل الالعاب المهكرة لاصدار 10، يعني اخر اصدار، واصدار 9 بعد بنفس الوقت. فخلونا نبدأ الحين. بسم الله. اول شيء تدخل الرابط الموجود بالوصف، بعد ما تدخل عليه راح تجيك الخيارات القائمة هذه. يعني في الخيار هذا اليمين الخيار هذا على اليمين اللي هو أشهر الألعاب، يعني مهكر وجاهزة. عندك ألعاب كثيرة مرة مهكرة، عادة تنقل اللي تبي، اللعبة اللي تبيها. مثلا حين نضغط على لعبة القرش هذه، بعد ما تضغط على الكلام البرتقالي هذا راح تنتظر شوي. الكود راح تنتظر شوي وراح تجيك كلمة تثبيت، وتضغط على التثبيت وتطلع من الشاشة، تحصلها تحمل هنا هذه. بس هذا المقطع اللي عندي اليوم، أتمنى عجبكم، ولا تنسى دعم كلي باللايك والاشتراك. شكرا على المشاهدة، فأمان الله.